السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن فورتنايت. هالمرة دخلنا بالموضوع المابات وعم نجرب مابات. المهم مثل ما شفتوا الفيديوهات الماضية نزلت عنها فيديو مع المشتركين إن شاء الله وحنضل مستمر بهذا الشيء. اليوم معنا مهدي اللي هو من المتابعين يشوفوا، بارك الله فيه ما شاء الله، دايما متابعنا على الفيسبوك، على البث المباشر، على يوتيوب، دايما أول تعليقات وبيحطها. اليوم رح نلعب معه لعبة خمن من هو البخاخ، طبعا رح يكون بالطرف الثاني أو أنا رح أكون بالطرف الثاني، المهم رح يختار رسمة من هالرسمات. لكم تفاصيلها بشكل سريع جدا. راح يختار رسمة من هالرسمات ويحاول يرسمها هون، اذا كانت موجودة عنده، ما كانت موجودة عنده نو بروبلم. المهم بعدين بيصورها ويبعث ليها على الانستغرام، طبعا انتم بتعرفوا حسابي على الانستغرام بتلاقوا تحت، تمام، واذا بدك تتابعني على الفيسبوك كمان رابط لك تحت او صندوق الوصف بتقدر تحصلهم. المهم عشان تشاركونا معنا بهي التحديات بشكل دائم ومستمر، لان دائما راح اعمل حلقتين بالاسبوع ان شاء الله دائما مع المشتركين. المهم بعد مثل ما انتم شايفين راح يختار صوره، وبعد ما يختار صوره هلا راح نلعب انا وياه حجر ورقه مقص. اللي يفوز بيناتنا هو راح يبلش سؤال بالاول ويحاول انه يكسر اكبر قدر من هدول الصور حتى يحصل شو هي الصوره انا مختارها وشو هي الصوره هو، وانا راح اكسر راح احاول احصل شو هو الصوره المختارة. وثاني شيء مهم جدا انه ما يصير يسال نفس السؤال انا بساله، يعني مثلا انا سالت انه هو سكن، هو ما يصير يسالني اذا هو سكن ولا لا، ولازم يكون دقيق جدا باختيار صورة وبتفاصيلها، تمام، قبل ما يكسر. ورح ناخد وقتنا وان شاء الله ناخد راحتنا بالتسجيل، لاني صار عدته هاد 4 مرات ولا مرة زبط معي، ان شاء الله المرة تزبط معنا. بس طبعا كنت اجربها مع غير شباب، بس اليوم هلا رح التحدي رح نجربه مع مهدي، تمام. والله خلينا نبلش تصبح. بعد ما تختارها بخها على المربع وبعتيها على الانستغرام. بس تصور عليك اختارت انا اصورها. اي ايش رايكم فيها؟ والله دزيت لك عمي، تمام تمام صورة. حجر ورقة مقص، ايش تختار؟ ايه حجرة، نفس الشيء. انا حجرة. رد عيد مرة ثانية، ايش تختار؟ حجرة. حجرة مرة ثانية، ورقة اطلع لي. يلا انا نفذت. طيب السؤال عندي، هل هو سكن؟ ايه سكن، هو سكن. فاذا ايش في ماله سكن؟ لازم اشيله. هذا ماله سكن، هذا سكن، هذا ماله سكن، هذا سكن، هذا ماله سكن، هذا ماله سكن، هاي سكن، هاي ماله سكن، هاي ماله سكن، هاي ماله سكن، هاي سكن، سكن 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 سكن، هاي ماله سكن، هاي سكن، هاي ماله سكن، هاي ماله سكن، هاي سكن، هاي ماله سكن، هاي سكن، هاي سكن، سكن 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 سكن، هاي ما سكن، هاي سكن. الحجر مو سكن، هاي مو سكن، هاي مو سكن، هاي مو سكن، هاي سكن، هاي سكن، هاي سكن، هاي سكن، هي سكن مو سكن، هاي مو سكن، هاي مو سكن، هاي مو سكن، هاي مو سكن. ممكن هذول يجوا منهم سكن، يجوا منهم سكن. تمام خلصت. شخصيتك ايه بس لولا البخاخ تبعي بشر لو لا؟ لا مو بشر، هذا الثلج مو بشر، مو ثلج، ثلج مو عصر. هاي البنت بشر، هاي مثل انت عم تشيل بشر مو هذا الكلب. انا صورتي مو بشر، بخاخي مو بشر، انا صورتي حيوان، تمام، بخاخي حيوان، بخاخ حيوان، انا اي بشر اشيله. ايه اي بشر شيله. خوش هذا اسال سؤال كملت. خلصت. هل الشخصية تبعيتك ذكر ام انثى؟ الشخصية مالتي بنت. ايه بنت، حلو، معناته ايش في ذكور لازم نكسر؟ هذا ذكر، هذا ذكر، مش ميلو ذكر، الذئب ذكر، هذا ذكر، هذا ذكر، هذا ذكر، هذا ذكر، ولكن خايف يقول لي انثى. الموزه ذكر. تركوا بهم لابسين قناع. انا اخاف من هذا ذكر، هذا ذكر. هلا الدجاجه تعتبر هي ذكر، هي كانت هذا ذكر. هلا هي بنت، هي بنت، هذا ذكر، هذا ذكر، هي بنت. تمام خلصت. شخصيتك البخاخ مالك او شخصيتك بي لون اسود؟ اسود، لون اسود. هلا انا برايي تختار غير شيء، لان كل الصور فيها لون اسود. يعني بي لون اسود لو لا؟ اه بيها، بيها بي لون اسود، بيها
كله بيه لون اسود، كل الصور بيها لون اسود. انا عم بقول لك سأل شيء ثاني، سأل غير لون، لانه كلهم بين اسود، ما في صوره ما بيها اسود. لون اسود والابيض موجود في الكل. شخصيتك بخاطي مش شخصيتك. طلعت بالبوتل باص؟ لا ولا بالباص. اطلع ايش يا مهدي؟ اطلع باللايتم شوب عوفاً، وطلع بشي ثاني كسر. تمام خلصت؟ خلصت. اسمع سؤالي، هل الشخصية تبعيتك اطراف الجسم تبعها ايدين او اجرين طالعات بالصورة ولا بس وجهها مصور؟ بس وجهها. بس وجهها. حلو بنات، هاي من الاخر والله عرفتها انت. لا لسه في كتير احتمالات. بس وجهها هيدي هيدي طلعات هيدي طلعات هيدي طلعات هيدي طلعات هيدي طلعات. حلو حلو نايس. سؤالك يا مهدي، اتوقع انه اتوقع ذلك اتوقع. بس رح نسأله سؤال ثاني، رح نسأله سؤال يطير لي وحدة او يطير لي اثنين، بضل عنا احتمال او احتمالين في الراوند الثاني، رح يكون اكيد اجاوب الصح. يلا يا مهدي، يلا يا مهدي. دقيقة، شخصيتك او البخاخ مالك بلون ابيض؟ لك مو قلت لك اسود ابيض بالكل، فيها لون ابيض وفيها لون اسود. انا احكي على البخاخ، ما احكي على الخلفيه او النقطه. حدود السكنات كلها فيها لون ابيض، او بيكون فيها مثل درجه شفافيه هيك بتعطي لون ابيض، راسمينها مثل انه الظل او ضوء الشمس كذا مرسوم عليها لون ابيض، فلذلك عم بقول لك في لون ابيض بكل الصور. اوكي، كل الصور شخصيتك ابيض. شخصيتك للسكن، شخصيتك لابسه قناع؟ شخصيتك لابسه قناع؟ هلق نحن قلنا انه هي حيوان، هي طبعا سكن اكيد بس يدل على الحيوان، ما بعرف لابس قناع. هلق هو ماله تعديل انه يورجيك ايش في تحت القناع؟ لا ما هو لابس قناع، يعتبر ما هو لابس. حس الدرفت، الدرفت لابس قناع، الدرفت لابس قناع. لا مو درفت، لا مو مو ايه ايه عم اقول لك، لا لا مو قناع، ما في قناع. لا لا هو شخصيته لابس قناع لوجهه، وجهه وجهه الوجه هيك، الوجه هيك بدون قناع. قناع خوش يعني مارشميلو ودرفت لا عندهم. وبعد لا 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 ما طلع مسحن الثلاثة. لا ما تشيلن. اسأل خلصت. اسأل هلا، انت سكنك بنت صح؟ ايه. في سؤالين ممكن اسالك اياهن يوضح لي ايش هي الصوره، هل هو فيه لون اصفر او هل تحط شيء على راسها؟ تحط شيء على راسها ولا لا؟ لا لا شيء تحط على راسها ولا تحط شيء على راسها؟ حدد، هو سؤال واحد مو سؤال. لون اصفر لو تحط شيء على راسها؟ تحط شيء على راسها ولا لا؟ تحط شيء على راسها. حاطه ولا لا؟ حاطه شيء على راسها. حاطه شيء على راسه. خلاص سأل انت يلا. ليه اتوقع يا هي يا هي، وانا حاط 90% هي فيها لون اصفر. ما انسان عليه وحش لو انسان طبيعي. احنا ما قلنا بشر، انا قلت لك ما بشر، حيوانية بالاساس. بدي تجيب لي انسان طبيعي وحش. حس هذا عندي هو بشر بس مو هو وحش، بس معضل وايد يعني شخصيتك ترمز على الوحش والبشر لو بس البشر. هو حيوان، هو حيوان حيوان، هو حيوان. هلا هو وقت يعصب يصير وحش مزبوط، وقت ما يعصب عادي، بس كل الناس تخاف منه. اوكي يعني حيوان. هو حيوان، انا قلت لك انه هو حيوان. يلا اسأل. خلص الصورة تبعيتك تبعيت السوزن البنت القطة تبعيت السوزن السابع؟ والله خلني شوي ركز عليها. ركز عليها ركز عليها. ايه ولا لا؟ ركز عليها. ايه
ما اعتقد لان ذيك تختلف. عرفت انها هي ام سوزن السابع، البنت اللي تحط طاقية زرقاء، حاطة طاقية زرقاء، هي ولا مو هي؟ مو هي، ما اعتقد هي. يا مهدي تعرفت بعيد، تعرفت بعيد سوزن السابع انا هي؟ اي هاي القطة اللي... ايه هاي اللي موجودة. لا مو العمود على اليسار اللي فيه ثلاث لمات من فوق، اخر شيء من تحت فوق هذا الوجه اللي هيك صاير الاخطر فوق البغبغة جنب المارشميلو الغامزة بعيد. ايوه هاي غلط يعني. ما هي اصدقائي؟ انا وقفت لي سبب واحد لانه هي كان جوابي انا صحيح، بس ولكن هو حبي توهني وقال لي لا ودخلني بتفاصيل ثانيه ونحاول انه يضيعني. بس ولكن بعد ما خلصنا الفيديو رحت على الانستغرام وتاكدت من الصوره وطلعت هي هي الصوره اللي انا فايز فيها. بس هتشوف لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل خدمه الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.